كعادتنا وكعادة مني شخصيا أنا مش برد عمري في المؤتمرات على أسئلة خارج الموضوع، لكن الموضوع ده لما بيخص قائد الفريق وكابتنه عبد الله السعيد وبيتم تداول حاجات كتير عنه، أحب أقفل الموضوع ده تماما. عبد الله السعيد مش للبيع، عبد الله السعيد مستمر مع النادي، وأضيف على الموضوع ده إن إحنا ما حصلش ما بيننا أي جلسات تفاوض علشان بخصوص عبد الله السعيد من قريب ومن بعيد. لو حصل اي كلام مسلره ان نادي الزمالك مهتم بلاعبين عندنا، لاعبين كتير تم ذكرهم، تم قفل الباب تماما وتم غلق الباب وتم ابلاغ نادي الزمالك من زمان ان عبد الله السعيد مش للبيع. ما حصلش مفاوضات بعد كده واحنا لسنا على اتصال بخصوص بيع عبد الله السعيد.